هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيف تمام حبايبي الكرام؟ طبعا انا عم بكلمكم من غرفتي الجديده، يعني من المنزل الجديد. الحمد لله كل شيء مشي الحال، الحمد لله. حبايبي الكرام، قبل ما نبلش بدا المقطع، حبايبنا لا تنسوا على حبيب محمد وشي جديد اليوم يا شباب. ان شاء الله على البث مباشر المسيوات، راح صار لي 3 ايام او 4 ايام ماني فاتح بث مباشر. لهيك يا اساطير جهزوا حالكم، اليوم المسيوات راح يكون في بث مباشر اسطوري تقريبا على توقيت الساعة 6-7 بتوقيت المغرب العربي، اوكي. والرابط راح يكون تحت بالنسبة للناس الداخلين جدا. انا بعمل بسوس مباشر على الفيسبوك حبايبنا الكرام، الرابط راح يكون موجود تحت بالوصف، اوكي شباب. حبايبنا مثل ما انتم شايفين ومثل ما نرى ومثل ما كلياتنا نرى، حبايبنا الكرام اليوم نزل متجر الهاكر. متجر هاكر شباب، المتجر شباب كنت منتظره من زمان 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 زمان، هذا السكين، اوكي شباب. طبعا بتعرفوني شباب، كل تصويرات فيديوهاتي شباب لما يكون في حرق احداث دائما يكونوا الصباح، فهمتوا علي؟ هذا هو المتجر، يا سلام شباب. عن جد هذا السكين اسطوري، تعرفوا ليش؟ لانه هذا السكين شباب شفته، ما عرفت تتذكرون لما نزل السكين بالسيرفر الاوروبي شباب، كان عن جد كنت منتظر كثير انه ينزل بسيرفر بيننا عشان يعني احصل عليه. اوكي شباب الحلوين، طبعا شباب مثل كل مره متجر هاكر معروف شباب، طبعا يعني اللي ما يعرف شباب لازم يجب عليكم ان تضغطون على هذه تختارون الجائزه التي تريدونها حبايبنا، يعني نضغط على هي الجائزه بدنا اياها، تمام. وشي ثاني اللي هو جائزه اضافيه، طبعا تقدروا تختاروا جائزة إضافية. طبعا شباب راح أتأكد من شيء سريع اللي هو أتأكد إذا عندي هاي الثلج تحت ولا لا. شباب راح أتأكد بشكل سريع، أوكي، ونبلش الحرق يا أساطير. نشوف الثلج، لا مو هون تاك، هون عندي إياها لوز. لا هاي شباب راح تخربطت بالثلج. انا ليش عندي ثواني ثواني ويت. هاي شفتها هذيك، هاي عندنا. طبعا يلا خلينا ندخل على المتجر شباب. لا يا اساطير خلينا نروح ونشوف شو في، ما فين ندخل نجيب ابو السكين. ليتس جو شباب. تعرفوا شباب كل مثل ما قلت لكم، كل تصويرات فيديوهاتي دائما صباحين ودائما تكون القائمه موجوده. يلا شباب، طبعا بالنسبة للسكنات الموجودة شباب تقريبا كلها تبع عندي اياها، يعني ما بعرف الصراحة راح نختار هذول تبعت الحاضنة وخلاص. يلا تك تك نعمل تأكيد، ابلع قولي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب. 3-2-1 ليتس جو، أول لفة ليتس جو. يلا يا سطير، بسم الله. بيض معروف، أنا بعرف شباب صراحة، يعني صراحة بعرف انه الحظ بيض. هسه شو بدي اعمل بدل هذا اللبس، هذا مو لبس الاكل القطط، ما اعرف شو زفت. يلا لفتين، يلا 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 يا زلمه شباب، يعني اشتهيت. هي هي اللفه شباب اللي دائما عندي امل انه يطلع لي، يعني صدق مره شباب مره من اول ما بلشت لعب لحد الان كل مره يطلع لي اخر لفه. الان مره طلعت لي قبل اخر لفه شباب وكنت كثير مبسوط. لا شوف كانت رقصة البوي وقتها بيضة شباب، تعرفوا انا الصراحة يعني ما بعرف ليش هيك شباب. ما عندكم شي جليتش، شي شغلة، شي عملة شباب هيك نجيب شو اسمه نجيب نقدر نحصل على شي من دون ما نلف كثير. اوكي شباب، هذا هو السكين شباب. عن جد شكل السكين شباب بتحمس كثير ادخل على السكين، اوكي. طبعا شباب وين راح؟ هون. اوكي شباب، هذا هو السكين يا اخي، والله سكين اسطوري شباب. بس الشعارات انا الصراحه مو عجبناتي كثير، الصراحه الشعارات مو عجبناتي كثير شباب. لهيك بدنا نحط له راس الساكورا. يا سلام يا سلام، صار نحط له حذاء شباب، بتعرفوا حذاء الفاير باس، راس الساكورا وحذاء الفاير باس الثاني، دائما بدون تفكير. هات نشوف حط له ما طلع حلو والله، عم يطلع طرب، مشكلة شباب. اوكي anyway نرجع نحط له الشحاطات تاعه،
لا هيك هيك اعطونا لكم بالتعليقات شباب شو رايكم هالتشكيله هي. سوري بعرف منكم كثير راح بدكم تحطوا لي عليكم واحد بلطان الجاز بس شباب الصراحه يعني ال سوري راح اجرب ال بلطان الجاز بعرف شباب طول بالكم راح احط لكم بلطان الجاز بعرف بسرعه انتم منتظرين شوفوا والله هيك طالع حلو كمان صراحه شباب بلطان الجاز ما يطلع عليه حلو انا هيك شايف هذا السكين شباب ما اعرف هذا السكين لازم يلتبس هيك فقط لا غير خلينا ندخل نجربه شباب ندخل جوين ذا باتل قولي شوفوا الاسطوري عن جد اسطوري خلينا ندخل على الكوب على التدريب نشوف كيف شكله باللعب ليتس جو اوكي 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 شيء مرتب شيء حلو والله شيء حلو يعني صراحه حلو خلينا نعمل لكم شيء زوم هيك يزوم على السكين لا لا شو رايك عن جد شيء حلو الصراحه يعني خلينا ندخل نجرب نلعب تك 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 نجيب البربر خلينا نجيب البربر ام بي 40 يلا ليتس جو ليتس جو اوكي هلا والشباب كيفكم صباح الخير اوكي هذول شكلهم شغلهم كله سلامات معلم لا يا وسيخ ليش تضرب بوكس ليش تضرب بوكس ليش تضرب بوكس ويلي ويلي السكين هاي معلم اي اي نعم هذا معلم هذا داخل بستين هذا هذا ما بعرف شو صاير له انا تن 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 صراحة شباب قاعد عم بلعب شباب لأنه صار لي ثلاث أربع أيام ما بلعبت باللعبة شباب والله سبت تدخلني تن 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 ويل الصراحة تعرفوا شباب لا يعني اف بي 40 لحد الان ما جربته يعني. اوه كريمينال 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 شباب كريمينال والله استنى شباب قبل ما لازم ابلع الكريمينال لازم ابلع الكريمينال ضروري ابلع الكريمينال شباب وين الكريمينال شو وين الكريمينال وليك 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 بلا شو يا شباب ديبل فيكتور يا الله ديبل فيكتور هذا جاي بس انا بلع الكريمنا يا شباب بسرعه بلع الكريمنا هذا والكريمنا بلع الكريمنا ابلع ابلع انت كمان بلع الكريمنا شباب مره قبل ما نروح شباب وين الكريمنا وين الكريمنا بلعوا بلعوا راح يتحول عنوان الشاهد عليك يبقى على الكريمينال هذا هو دعم اطلع حكى شوي اقسم بالله وين 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 بلا فهد كبري الله عم يدور علي اكيد ليك 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 سأروح اجيب بنتي اكيد سأروح اجيب بنتي كفى عليك انت كفى عليك انت ما الكريمينال مكمبر كريمينال مكمبر شباب مكمبر فوق الكريمينال معقول مكمبر فوق هاي معلم الزلمة حل عنا يا رب الكريمينال شباب الكريمينال تعال تعال هاي مكمبر ليكو 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 لا والله ذوقته ما بدي تروحوا تدو العبوا العبوا بدي الكريمينال احسن انت ولد دبل فيكتور يا زلمة عيب عليك يا زلمة برا ولا شو هذا شو عم جيب هاي قولي عم بضربني عم بضربني لا روح انت كمان
عن جد لعب فورت ده شباب اسطوري. ليكو 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 وين فكرت في الزلمه القلع الكريم نقدر اخر مره الكريم يا شباب نسكر يلا بس كوال قول بلاك يا زلمه ليكو ليكو والله قتلته قتلته والكلام مره شديك يا عمي وقع انت كمان ليكو 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 عم دور عليه عم دور عليه تعال 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 يا سلام انت شنو اختي يا سلام يا سلام هذا هذا تركنا بحالنا يا سلام انت كمان بدل الكريمه لاخر مره يا شباب شو هاد عمى وين الكريمه باب هلا عمى وي شباب هذا فيديو اليوم عبارة عن لعب تدريب لا انت يا سلام قلع يا سلام هذي كلي 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 قطيته وين الكريم لا اخر مرة اخر مرة يلا يلا اخر مرة لا لا انت كمان خرب بيت سنتو وين الكريمة طلع عجل ها ليكو 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 ولا قتلته كمان مرة اقسم بالله يلا بس 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 يا هلا جابوا 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 اوكي شباب خلاص يكفي لليوم شباب العدد يعني الفيديو الفيديو وين شو هذا بويا راح اخذت بويا وات از ذس شو هذا شباب شو هذا يا حلوين شو هذا اوكي شباب خلاص يكفي لليوم شباب بلعنا الكريمينال بالسكن الجديد شباب اكثر اكثر كان الكريمينال شايفين شباب كان عم يدور علي المسكين اوكي شباب هي بكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبنا الكرام ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسوا شباب يوم مسويات ان شاء الله راح نرجع على البسوس اوكي على الساعه 6 7 تقريبا بتوقيت المغرب العربي شمال افريقيا يا حلوين لا تنسونا تحطوا لنا زر اللايك والشير فعل الجرس حبايبنا تاخذونا اليوم مقطع عليك ما كان فيه يمكن ما كان في كتير اكشن اوكي شباب لما نرجع شوي شوي نظبط الوضع ونرجع ونخلي الوضع اكشن اكشن اكثر واكثر حبايبنا بشوفكم على خير بشوفكم المسويات في بسوسنا مباشره بالسلامات ولا راح يكون في توزيع كودات شباب نسيت اقول لكم من اول مقطع راح يكون في توزيع كودات وبشوفكم على خير تشاو